Audio Jungle. السلام عليكم مشاهدين الكرام. قميص ومكحلة وشعرتان من رأس النبي محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رسول الله. ولكن فضلا وليس أمرا، لا تنسى دعمنا بلايك واشتراك بالقناة ليصلك منا كل جديد بإذن الله. قميص ومكحلة وشعرتان من رأس النبي محمد هي جزءا من مقتنيات الحجرة النبوية الشريفة التي تفقدها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء أثناء افتتاحه أعمال تطوير مسجد الحسين. وتشتمل المقتنيات النبوية بمسجد الحسين على سيف الرسول محمد، ويقال إن اسمه سيف العضب وجزءا من قميصه، بالإضافة إلى بقايا عصاه التي يقال إنها العصا التي دخل بها مكة وكان يشير بها إلى الأصنام فتتحطم، وكذلك المكحلة والمرود التي كان يكتحل بهما. وهناك أيضا مصحف يعتقد أنه لعلي بن أبي طالب، وأربع شعرات من شعر رأس ولحية الرسول صلى الله عليه وسلم. وبحسب المؤرخين فإن هذه المقتنيات قضت ظهرا في بيوت الخلفاء والأمراء، لكن في زمن الناصر محمد ابن قلاوون قام تاج الدين محمد ابن الصاحب فخر الدين ببناء مسجد لها عرف باسم رباط الآثار، وهو المعروف حاليا باسم جامع أثر النبي صلى الله عليه وسلم بمنطقة مصر القديمة. وردت العديد من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، ويذكر منها كان صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، ليس بالأبيض شديد البياض ولا بالأدهم أي ليس بأسود اللون وجهه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أملس الوجه غير مستدير الوجه كالشمس والقمر في إشراقه الوجه والضياء. كان جبينه عليه الصلاة والسلام واسعا يمتد طولا وعرضا، فسعة الجبين من الصفات المحمودة. حاجبيه مكوسان الشكل قويان متصلان اتصالا خفيفا لا يرى إلا في السفر بسبب الغبار. كانت عيناه واسعتين جميلتين مشربتين بالحمرة، أي أن فيهما عروق حمراء شديدتي سواد الحذقة برموش طويلة. كان أنفه صلى الله عليه وسلم مستقيم الشكل طويلا من وسطه مع ارتفاع ودقيق الأرنبة، وهي ما لأن من الأنف. خديه كان النبي صلى الله عليه وسلم صلب الخدين، وكان يظهر بياضهما عندما يسلم عن اليمين والشمال. فمه وأسنانه كان صلى الله عليه وسلم أشنب الأسنان، أي أن فيهما تحديدا ورقة، وكانت أسنانه بيضاء اللون مفرقة بين الثنايا والرباعيات. وكان فمه واسعا جميلا، وشفتاه من أحسن وألطف الشفاه شكلاً.